السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عرض جديد وطازه من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر بفضل ربنا، اكبر تشكيله من الاجهزه الورك ستيشن بفضل ربنا هتلاقيها عندنا. النهارده عندي شركه شمس على فيرجن الاتش بي الورك ستيشن الزد 620. المواصفات بتاعته الدبل بروسيسور، كل بروسيسور بيبقى كاش 20 وكل بروسيسور بيبقى 8 كور. البروسيسور الزيون الاي 5 ال 2670 ال 2670 بيبقى دبل بروسيسور كاش 40 16 كور، برامات 32 جيجا وهارد 256 اس اس دي، بيبقى معاه هارد تاني 1 تيرا، بيبقى الجهاز فيه هاردين، هارد 256 اس اس دي وهارد 1 تيرا سات. كارت الفيجا بتاعه بيبقى انفيديا كوادرو الكي 420، بيبقى 2 جيجا وبيعلى طبعا مع رامات. مكنه ورك ستيشن بتشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه. نتكلم نبص بقى بص كده، باور سبلاي بيبقى 950 واط، الدبل بروسيسور الرامات 32 جيجا، بتشيل معاك رامات لغايه 256 زي ما انت عايز، فيها هاردين هارد 256 اس اس دي وهارد تاني 1 تيرا، جيجا 2 جيجا، بيشغل معاك برامج كويس طبعا، مكنه بتشتغل سيرفرات وبتشتغل للشركات وبتشتغل للمكاتب وبتشتغل طبعا اكيد للافراد. مكنه فرز اول بحاله الزيرو مع ضمان 3 شهور، وسعر المكنه بتوصل 1500 لفتره محدوده. الهارد التاني بقى معانا من نفس الجهاز نفس الموديل، بس بيبقى كاش 30 ميجا مش كاش 40، يعني البروسيسور بتاعه بيبقى الزيون ال 2620 الدبل بروسيسور الكاش 30 برامات، الكاش 30 12 كور، يبقى كاش 30 12 كور برامات 32 جيجا، هارد بيبقى 500 ساتا، كارت الفيجا بتاعه بيبقى انفيديا كوادرو الكي 600 بيبقى 1 جيجا وبيعلى مع الرامات طبعا زي ما انتم عارفين. مكنه برده نفس المواصفات نفس الدنيا نفس الباور سبلاي نفس كل حاجه. بص بقى كده من جوه نفس كل حاجه، ده مصنع من جوه برده، فرز اول وبضمان 3 شهور، وسعر المكنه 3500 لفتره محدوده. طبعا الاجهزه كلها استيراد يا جماعه، ضمانها ضمان استبدال ضد عيوب السماعه. جنب ده كمان احنا عندنا خدمه ما بعد البيع، لو في اي مشكله هاردوير في الجهاز انا معاك مش بسيبك. احنا طبعا مكاننا في حدائق حلوان 6 شارع حموي جنب محطه مترو حدائق حلوان. السلام عليكم.